إذن أيام قليلة تفصلنا على الموسم، موسم الحج للغريبة اللي بيكون إن شاء الله يومي 22-23 مايو الجاري. بالنظر إلى التوقعات حسب المنظمين القائمين على هذه القضارة، هناك يعني تقريبا هناك 7000 زائر باش يكونوا موجودين في الوجهة السياحية جربة جرجيس، وهذا رقم ممتاز في حقيقة الأمر، مما توجب التحضير الجيد لاستقبال الضيوف في أحسن الظروف. يعني هناك تحضيرات حثيثة على كل المستويات بالتعاون مع السلطة الجهوية وكذلك وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة على جملة من المستويات. المستوى الأول هو المستوى الأمني بالأساس، نظرا لما يمثله المستوى الأمني من أهمية. هو في هذا الشأن يعني هناك تعزيزات أمنية موجودة بالوجهة السياحية جربة جرجيس للقيام بتأمين كل المسالك السياحية والنزول ومعبد الغريبة. وفي هذا الإطار يعني انطلقت حتى حملات أمنية في إطار الاستعداد لموسم الغريبة وكذلك الموسم السياحي 2019. وقد ضبط يعني على سبيل الذكر يعني هناك تم حجز 3 سيارات اللي كانت تنقل السياح على غير السياق القانونية. ثم كذلك هناك تحضيرات على مستوى جودة الخدمات، يعني هناك فرق تفقد من المندوبية الجهوية للسياحة ومن الإدارة المركزية للديوان الوطني التونسي للسياحة في شراكة مع المهنيين تقوم بزيارة تفقد من أجل تأمين ظروف استقبال طيبة على مستوى جودة الخدمات وكذلك على مستوى حالة حفظ الصحة. ثم كذلك هناك تحضيرات على مستوى النظافة والعناية بالبيئة بصفة عامة في المسالك السياحية وفي المدن وفي المزارات السياحية، وذلك بالشراكة مع بلديات المكان. هناك يعني بالتوازي مع تظاهرة الغريبة يعني تم دعوة وفود صحفيين من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة من مختلف العواصم الأوروبية وبعض الدول الأخرى لمواكبة فعاليات تظاهرة الغريبة. وكذلك تم تنظيم يعني زيارات استطلاعية على هامش الزيارة، زيارة الغريبة للإطلاع على المنتوج السياحي بالوجهة السياحية جربة جرجيس. وهذه بطبيعة الحال زيارة الغريبة هي فرصة لنا من أجل الترويج للسياحة التونسية وجربة بصفة خاصة، ولبعث برسالة طمأنة وبعث برسالة مفادها أن الوجهة السياحية تونس والوجهة السياحية جربة جرجيس هي وجهة سياحية آمنة من ناحية الأولى، وتتوفر فيها جودة الخدمات ويتم فيها العيش، وهي بالفعل أرض تعايش جميع الأديان وأرض تسامح. صحيح احنا يعني في الوجهات السياحية الأخرى الكل الموسم السياحي ينطلق في شهر جويليا وشهر أوت، شهر جوان جويليا وأوت، لكن بصفة خاصة في جربة احنا نقول الموسم السياحي ينطلق من موسم الغريب، يعني من شهر ماي ينطلق الموسم السياحي، فيه الموسم السياحي الأصغر والموسم السياحي الأكبر. الموسم السياحي الأصغر هو تظاهرة الغريبة وهي مؤشر إلى نجاح الموسم السياحي سنة 2019.